حللنا التعريف الأول والثاني، الآن ننتقل إلى أركان الإرث. مزيان، غادي نولي لواحد النقطة مهمة باعتباركم النشء أو الجيل الناشئ في الإسلام. خصنا يعني لابد أن تكون لنا ثقافة إسلامية رصينة حتى لا نتهم في ديننا. غادي نولي الثلاثة ديال الحالات اللي عطيتها سابقا. الحالة الأولى شنو قلنا؟ للذكر مثله حظ الأنثيين. لا نبقاو بعدا غير في هذه، نعطيو عليها أمثلة لأن ما نمروش عليها مرة كرام، نستوعبها بأمثلة أحسن. مثلا مات أو هلك، نبقاو في هذا المثال، هلك هالك وترك ابنا وبنتان. يعني الا بغينا بطبيعة الحال حنا مازال ما قريناش الارث، ولكن غير مسألة بسيطة باش تفهموا. هنا الابن، هنا ابن وبنتان، هنايا للذكر مثل حظ الانثيين، يعني هنايا غادي يديو غادي جوج، وهادو شحال يديو؟ جوج، حال بحال. إذا المسألة مربعة، داو جوج، بمعنى إلا بغينا نقسمو، غادي نديرو ابنون دا زوج، وبنتون شحال دات؟ واحد، والبنت الأخرى شحال دات؟ واحد. إذا المسألة مربعة، جوج، واحد، واحد. هادي اللي الذكري مثل حد الأنثيين، حنا فهمناها. هذا مات وخلى ولدو وخلى جوج بنات. يدو كيف كيف؟ يدو جوج بنات، يدو حق ديال واحد. أما لا خلا ابنون وبنتون، هنا المسألة تبدل. هنا الولد يدي جوج، البنت عدي واحد، تدي واحد. هنا المسألة من جوج، جوج، واحد. هذا غير باش عطيو مثال بسيط، لأن حنا غادي إن شاء الله لما نتعمقوا في الدرس غادي نعطيو أمثلة أكثر وضوح، صافي؟ إذا هذه للذكر مثل حظ الأنثيين. دابا غادي نمشيو للذكر مثل حظ الأنثى. هذه للذكر مثل حظ الأنثى. هذا المثال فيه كاين، عقلوا عليه مزيان، لأن غادي نوليو له ونديروا فيه التمارين بزاف. هذا المثال عندنا في الإخوة للأم. الإخوة للأم، هو اسمعوا لي مزيان. هذا المثال إخوة للأم. الإخوة للأم، إذا كان شوف، إذا كان بوحدو أخ للأم، يعني واحد مات وخلى أخوه من أمه، ياخذ شحال؟ نصف سدس. لا دابا كاع ما تعيشوا لسانكم حتى غادي نقراو هادشي بالتفصيل. ولا مات وخلى أخت لأم، حتى هي تدي السدس. أرنا دابا واحد مات وخلى إخوة لأم، شوف تبع معايا مزيان، خلى إخوة لأم. هاد الإخوة للأم فيه الذكر والأنثى، حنا ما يهمناش فيه الذكر والأنثى، فيه الذكر والأنثى. مثلا جوج إخوة للأم وأخت للأم، أو ثلاثة أخوات للأم وجوج إخوة للأم، حنا ما يهمناش. شحال يديو؟ ياخذوا الثلث، وهاد الثلث هذا يقسم بينهما بالتساوي. حسن، إذن الثلث هاو يقسم على الإخوة للأم ذكورا وإناثا بالتساوي. هاي القاعدة الأولى خرجت منها، للذكر مثل حظ الأنثى. أعطينا واحد مات خلى ولاده وبناته، للذكر مثل حظ الأنثيين. واحد مات وخلى خوته من أمه، مخلطين فيهم الذكور والإناث، نعطيهم الثلث، وذاك الثلث نقسموا بيناتهم بماذا؟ بالتساوي. أرنا دابا نعطيو مثال آخر للأنثى مثل حظ الذكرين. غادي نعطيو مثال آخر للأنثى مثل حظ الذكرين. للأنثى مثل حظ الذكرين. واحد مات، هلك هالك، مات ها، وترك، وشوف مزيان، ترك أخ شقيق
وترك بنتان. ترك بنتان. لو شوفوا هذا المثال، هذا البنتين، هذا ما شرحتوني انتم الأجوبة. البنتان يأخذان الثلثين. وش عاد يبقى الأخ شقيق؟ يبقى الثلث. هنا شنو وقع هنايا؟ إذا سولتكم هنا شنو وقع هنايا؟ تساوي. هاو هنا تساوي. هاو تساوي. بنت تدي الثلث وبنت تدي الثلث والأخ شقيق يدي الثلث. هاو هنا وقع لنا التساوي. هاو بحال هذا المثال هذا. صافي؟ نعاود نعطيكم صورة أخرى. واحد مات خلى أخوه شقيق وخلى بنته. خلى أخوه وبنته. بنته تدي النصف وخوه يدي النصف، هما تساووا. ها دابا مات، مات وخلى خوه شقيق وخلى جوج بناته. خوه خوه غادي يدي الثلث وهما غادي يديو الثلثين، هما عاد تساووا. نعطي مثال اخر. ترك بنت واربعه اخوه اشقاء. شخلا لا بنت وأربعة ديال أربعة ديال الإخوة الأشقاء. البنت شحال تدي البنت؟ لا مي تكون بوحدها تدي الناس. أنا دخلتكم في هذا الإشكال هذا، ولكن معت غير باش نشرح لكم. والنصف الآخر شكون يديه؟ شفتوا؟ هما الإخوة الأشقاء داو النصف، وهذاك النصف قسموه بيناتهم، عطاو لهم نص ربع نص ربع نص ربع نص ربع نص ربع نص ربع مع النصف يمثلوا الضعف. يعني هنا البنت شنو دات البنت؟ دات اضعاف مضاعفه من الذكر. شتو يعني احنا خصنا نقراو شويه الارث ديالنا باش ما يغلطوناش، باش ما يقولوناش للذكر يمثلوا حد الانثيين. اذا فالاسلام هو دين ذكوري ويعطي للرجل اربعه نسوه، فهو دين ذكوري. ويبقوا علينا بهذه المفاهيم الخاويه، فهمنا؟ هو هنا في هذه الحاله هما هنا البنات خداو بنت وحده ذات النصف واربعه ديال خوتو يلاه داو النصف، وهذاك النصف لما قسمناه غادي يديو نص ربع نص ربع نص ربع نص ربع. اذا هنا البنت ورثت ضعف ما يرثه الذكر. هذا غير على سبيل التوضيح، وان شاء الله سنراه بنوع من التفصيل. الان نمشيو الى اركان الارث. جزاك الله يرضي عليكم. اركان الارث شنو هي؟ عندنا غادي نديرو اركان الارث. اولا شوف، غادي سنصحح بعض الاخطاء الوارده في الكتاب. هذا خطأ لغوي فادح، لا نقول الموروث، هذا خطأ، وإنما نقول المورث. صحوها تماك، المورث. لأن الموروث هو ما يرثه الوارث. ها؟ الموروث هو اللي يورثه الوارث. أما المورث هو ذلك الشخص الذي مات وترك لنا مالا، وترك لنا مالا. المورث مورا؟ الوارث. ومورا؟ ها؟ التركة الموروثة. التركة أو الحق الموروث. كيف كيف؟ حق الموروث أو التركة الموروثة. الآن ما هي شروط المورث؟ إذا موته هذا شروط، ياك؟ شروطه موته حقيقة أو يعني تبعوا معي رمز شرحكم على هذه النقطة. هذه موته حقيقة أو حكما. هذا المورث، وعقلوا عليها مزيان، ماشي المورث، المورث. هذا المورث لا يمكن أن نرث ماله إلا بعد أن نتأكد حقيقة أو حكما. طبيعة الحال حقيقة هو السيد غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه، هذا موت حقيقي. ولكن ما هو الموت حكما؟ حسن، كأن يكون مثلا سافر، اسمعوا لي مزيان، سافر إلى منطقة
فيها بؤرة من بؤر مثلا الفتن والثورات، بحال مثلا نقولوا على سبيل المثال مشى لسوريا وغبر 10 سنين، لا رسالة ولا هاتف ولا 10 سنين. إذن هذا الورثة من حقهم ماذا؟ أن يرفعوا دعوة للقضاء ويطالبون القضاء بالحكم عليه موتا حكما، حكما ماشي حقيقة. 10 سنين ما بانش. إذن هنايا عندهم الحق يمشوا للقضاء ويرفعوا دعوة للمحكمة ويحكم القاضي بموته حكما. إذن مثلا مشى لواحد البلاصة فيها الزلازل، مشى لشي بلاصة فيها الثورات، فيها الفتن، فيها الحروب إلى آخره، فلم يظهر أثره سنوات، وبعض العلماء كيقولوا غير عامين، بعض العلماء كيقولوا غير سنتين يمكننا نرفع دعوة. ها بحال مثلا المرأة أو الزوجة التي يغيب عنها زوجها، إذا غاب عنها سنتين دون أثر لخبره فيمكن لها أن ترفع دعوة بالطلاق، ترفع دعوة باش يطلق القاضي. وبناء عليه كذلك صاحب المال، صاحب الإرث المال إذا غاب أكثر من سنتين، أنا قلت لكم 10 سنين هي في الحقيقة سنتين، إذا غاب أكثر من سنتين فيمكن أن ترفع دعوة لكي يحكم القاضي بموته. إذن هذا الشرط الأول. ثم ما شنو عندنا في المورث؟ حكم حقيقة أو حكما كجنين إلا يوجد مانع من موانع الإرث. إذن هذا الوارث أن تحقق من حياته ها حقيقة أو حكما. انتبه منزل. حياته حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. أنا عندي روك الجنين، طبيعة الحال الذي يريد خص يكون حي حقيقة، حنا كنشوفو فيه ياك حي، ولكن ما معنى حياته حكما كالجنين؟ الجنين إذا كان في بطن أمه فهو حي ولكن حكما لا حقيقة، لأنه لا يمكن نقسم الإرث على الورثة إلا بعد أن يخرج للوجود. ما نقولوش راه في الشهر السابع ولا الثامن ولا التاسع صافي راه الطبيب قالنا يتمتع بصحة جيدة، راه مقبل وراه كاين دقات قلب ديالو حنا كنسمعوها، وراه كيتغدى على يتغدى من الغداء ديال امه، اذا فهو في صحة. لا هذا خطا. كثير من الاجنه التي خرجت ميته بزاف، ماشي جاني واحد ولا جوج اللي خرجوا ميتين. هو 9 شهور وحي، ولكن لما اراد ان تنجبه امه مات، لان الاعمار بيد الله. حتى حاجه ما تاكدوا منها. علاش ما نقسموش الارث حتى يخرج جنين؟ لان علاش؟ اسمعوا لي مزيان دابا اش غادي نقول، اسمعوا لي مزيان. غادي نختم بالجنين، غادي نختم به. علاش؟ لان الجنين في ثلاثة ديال الحالات، هو شوف مزيان. لما يخرج ويصرخ يريت مع الورثة. لما يخرج ولا يصرخ فهو ميت لا يريت. ولما يخرج ويصرخ ويموت هي حالة ثالثة أخرى. ها يصرخ هو يورث، ويموت إرثه يوزع على الورثة، ماشي بحال. شوف لما يخرج حي يورث مع الورثة، لما يخرج حي ويموت حق ديالو اللي يورثه هو اللي يتوزع على الورثة، ولما يخرج ميتا لا يرث شيئا. لهذا العلماء قالوا لابد من أن نتريت ولا نقسم الإرث إلا بعد خروج الجنين إلى الحياة. لأن علاش سموها بالاستهلال؟ لأن الجنين كلكم كتعرفوا الجنين لما يخرج إلى الوجود يصرخ، وتلك الصرخة ماذا تعني؟ وأنه استنشق الأكسجين وأحدثت له جرحا في صدره في رئته ثم صرخ، هذا دليل الحياة. أما لا خرج ولم يصرخ فهذا دليل الموت. شتو ثلاثة ديال الحالات، عاودي لي في هذه الحالات ثلاثة. لا يريد إذا صرخ يورث، ولا صرخ ومات إرثه يوزعه. وبهذا نكون قد انتهينا من الشطر الأول من الدرس.